أرضية الملعب والتقدم بفارق نقطتين لمصلحة نادي عالي سرعان ما قلب الطاولة. مقابل واحد الإرسال ينطلق من هرونة، استقبال حاضر من أمير الضب، يا سلام للفلبيني يضرب نقاط بني جمرة. إرسال ينطلق عيسى عبد الوهاب، عبد الرحيم في الإعداد، سلام سلام يوشوش المحترف إلا على أمل مساعدة نادي بني جمرة في محمد، وهنا سيد محمد إرسال فلوتر، استقبال من عيسى إعداد وجوش. يا سلام أمين، استقبال حاضر، يا سلام متابعة ولا أروع، علي حمزة عود جوش من أصعب في فريق نادي بني جمرة. علي محمد يضرب، متابعة من عيسى بتعود، فرصة للتعادل، علي حمزة كرة سهلة، هل يستفيد عالي؟ وين؟ يا سلام علي محمد حاضر صدق، حاضر فيها الكرة الأخيرة والتعادل 19. هذا حال التعادل. نترقب هنا إرسال حاضر إعداد مركز اثنين، يا سلام الفلبيني يخترق حواف الصد ويقرر مقابل هي في فريق بني جمرة تفورت في القسم الثاني 3 في شوط المباراة الثاني. أمين يطلق الإرسال صوت من مركز 3، المتابعة حاضرة، العود فيليبيني، يا سلام ينجح هو الآخر، 4 نقاط ومتأخر عن عالي هو النبي صالح بفارق الترتيب. الفيليبيني يقلص الفارق ويعيد الأمل لفريق نادي بني جمرة. على الإرسال استقبال من عيسى، يا سلام كرة قوية الفلبيني، ينطلق الإرسال، يا سلام كرة قوية داخل أرضية الملعب. إرسال ينطلق من هاني، استقبال من علي محمد، الضرب من زهير، يا سلام يا زهير، دفاع حاضر أمام زهير، سعود الفلبيني ينجح في الكرة الأخيرة، هو ضارب، ينطلق الإرسال، استقبال حاضر، الفلبيني على الموعد من جديد، يضرب كرة من حديد في ملعب نادي عالي والتقدم طالب بني جمرة. نشوف الإرسال، استقبال حاضر، تعود من مركز 4 أمين، والمحاولة قائمة، يضرب أمين، الدفاع حاضر، من اللي يخلص؟ علي محمد على الشباك، يا سلام كرة سهلة، هل يستفيد؟ نشوف الفلبيني وين 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 يضرب الكرة داخل أرضية الملعب مقابل 20. ينطلق الإرسال من أمين، استقبال من سيد محمد، الضرب من زهير، ينجح زهير، الدفاع حاضر أمام زهير، الضرب من مركز 4 من علي حمزة، سعود المتابعة حاضرة، الفلبيني يا سلام ينجح الفلبيني في ضرب الكرة، هاني يا سلام، سعود إعداد من سيد محمد ممتاز، المتابعة حاضرة، وين مركز 1 يا الفلبيني يتعلق 3-0، ينطلق الإرسال، استقبال من أمين، معدود، يا سلام الفلبيني، تقدم واضح لطائرة بني جمرة 8 لمصلحة فريق بني جمرة، هل يستطيع عالي العودة؟ يا
ينطلق الإرسال من هرونة، وربما فرصة تخليص الفارق، فرصة عودة علي محمد، كرة إسقاط، المتابعة حاضرة، إعداد من عيسى، نشوف الفلبيني، يا سلام يضرب 15-9. نترقب ماذا سيصنع كتيبة، ماذا ستصنع كتيبة محمود العام. علي حمزة يضرب في الشباك، متابعة حاضرة، سيد محمد رضا يحلق يضرب، الدفاع حاضر متمركز في المركز الثاني، الفلبيني يا سلام يضرب الكرة داخل. سيد محمد رضا ارسال حاضر، استقبال، نشوف الفلبيني يا سلام ياتي بالحل ويحلق بفارق الثلاث. هنا هو الاستفادة من حائط الصد من سيد، ارسال من زهير، استقبال من علي حمزة، الضرب يا سلام يضرب وين؟ في حائط الصد خارج أرضية الملعب. ألف الكرة الأولى، نشوف تعود، يا سلام المتابعة، فرصة تقدم لبني جمرة، وين بني جمرة؟ عاد من بعيد المبادرة لفريق نادي بني جمرة.